تفضل يا سي مختار. سلامتك يا سيد الرجالة، سلامتك يا حاج. خير؟ عملتي فيه ايه يا بدرية؟ عملتي في ابويا ايه؟ رد عليها يابا، مالك؟ مختار ابني حبيبي، الحمد لله نجيت قبل ما السر الالهي يطلع. يابا بعد الشر ما تقولش كده، ان شاء الله هتقوم وترجع زي يا بنت بسكوتي بات. ايه قرادة؟ هتقوم وتقف زي الحصان. وبعدين ياما نصحتك يابا، ياما نصحتك، الجواز من العينة القليلة ديت يودي بستين داهية. ده انت اتجوزت باروكة، جبت لنا من انهي مصيبة دي؟ انت بتبكي ليه بس يا حاج؟ عيب كده هتأثر فيا، مالك؟ شكلي حفيص يا مختار. وزعلان؟ زعلان يابا، ده احنا في ايام غبرة ما يعلم بيها الله ربنا. ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا. يخرب بيتك، عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها؟ عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنان احمد سلامه وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير، بس انا مش هنقولها لك يا زئر ده، مش هنقولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مره مفيش تلفزيون؟ افرض سمع النشره كده ولا كده؟ عايزين نسمعه اخبار حلوه، التلفزيون كله اخبار وحشه. اخ التلفزيون ما فيهوش حاجه يا ابني. برضاي عليك يا مختار، هات لي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج، عناية يا حبيبي. لازم يسمع اخبار مبهجة تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت اقول لك صحيح يابا، عم شفيق صاحب عمرك يدوروا عليه عيني، لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن، ايمن ابن اختي يا عيني، جاله مرض وحش قوي قوي قوي، واختي ادمنت المهدئات. واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر ابوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. انا عايزك بس انت ما تفكرش في حاجه يا معلم، مش عايزك تتوتر خالص. مختار، مختار. مالك يابا؟ حاسس بايه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ اعطسي يا ابني، اعطسي. انا بموت يا مختار. ما تقولش كده يابا، ما تقولش كده يابا. اسمعني. سلك البضاعة يا ابني. حاضر. سلك البضاعة. هسلك البضاعة واشرفك، وانا عارف في نفس المكان التسليم، في المجاري العموميه بتاعه القاهره. ما تقلقش يابا، اطمن انت بس. ابا ابا المعلم مات. الف رحمه ونور عليك يا معلمي، الف رحمه ونور عليك يا ابا، الف رحمه ونور عليك يا سيد الرجاله، يا سيد الرجاله. تعالي هنا اصبع الروج، انت اللي موتيه، انت والفنان احمد سلامه من يوم ما اتلمتوا على بعض، وانتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده. اهو مات، اعمل فيك ايه؟ عايز ارشقك ركبه ببطنك خايف تيجي في وشك، لان احجامك غريب. ما انت ملخبطاني طول عمري ببص للناس كده، انت الوحيده اللي عاملاني كده، فالتركيبه ما بالنسبه لي. خدي بقى، خدي. انت اللي قتلت ابويا، انت اللي موت ابويا، انت اللي موت ابويا. الف رحمه ونور عليك يا معلم. سامحني يابا، هتطرفت سرك لاخواتي يابا، فاكرينك اب شريف يتشرفوا بيك، وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبع. الف رحمه ونور عليك يا معلم. شكرا يا معلم، الله يكرمك. شكرا الله وسعك يا معلم. وقال لا يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسه. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك. انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره. اسمعني كويس يا مختار، انا ودني ناحيتك اهو. البضاعه اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي. عمولتك؟
اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفه. تعالى بس، الحاج سيبنا على البلاطه وكل الفلوس في العمليه الاخيره. انا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. استر علينا، عيب ده شغل رجاله. تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنيين، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل ايه. سيبونا بس نستلم البضاعه ونفرفش. كل اللي انت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ ايوه، ما هو كان اخر قامه بيخرف. هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي اللي هي مختار نعمه بالله يا اخويا، ما جالكش في حاجه وحشه. جاي ينصب. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. البخالي الله يا ابني. سعاده الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السوار رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها؟ شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه؟ جابوها وشرفك بالمايو على المستشفى. معلش معلش، شرفتنا سعاده الباشا. البقاء لله ونعم بالله. البقاء لله. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صف. ايه المناظر دي؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا يا ابني اتقل. ده مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء بتخلي البني ادم يعني هو كل يوم بيعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط في فرح على بقى تعز؟ انت مبارش ما جاي تقرفنا؟ يلا هات من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28,000 جنيه ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعك كلها في ايدي تامه. بوقك 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 ده انت بتفتح لنا بوقك. انت ابويا مستلف منك 28,000 جنيه؟ انت بتتسرق عليا وبتتمسخر عليا يا استاذ مختار، عليا النعم ابوك ده ما هيورد على جنة. بوقك بقول لك، بوقك بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا الناس، شوفوا. انت تعال يلا يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم. شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فادي. بكل ونعم بالله ونعم بالله. ايه ده؟ ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه. عايز رجاله مش عايزه ناس تنهار. نمتو خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال. لنتو خفيفة بس ساب أعباء تقيلة قوي. شوف النعش كان طاير، كان طاير. نعش ايه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير ايه؟ هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير. انتوا ما تعرفوش حاجة اصلكم، وما تعرفوا كل حاجة اما الناس دي تمشي بس. مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحه الدم، ميراث واحنا لسه في العزا بتاع ابونا، وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شويه فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهه الفلوس هتبقشش قوي، هتبقشش ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ يا بحبه قوي، شرفي اعتزازي. خلاص يا عم، ايه النشره دي؟ ايه يا عم؟ هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دي ربنا السلة. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا أشرف؟ لا لا ممكن أبدا. شكلك هتسيبه يا أشرف. الناس دي طولت قوي، أنا جوعت بصراحة. وأنا كمان. اللي هيقرأ قرآن تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل إيه طيب؟ طب يا رجالة متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعة ساعة ونص، أنتوا بقالكوا كتير قوي وإحنا جوعنا بصراحة. اقعدوا في الهوا زي ما أنتوا عايزين، بس آخر واحد والنبي يقفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم انت اهو، دي ناس فاضيه. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي. كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله. وحدوه لا اله الا الله. حط دي يا امي هنا. عين يا دماغ. يا تنزيلش. لا لا لا، عشان نبقى من الاول على الابيض. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على موضوع ما كنتش عايز اقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر
بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه، ما كانش حارمني من حاجة، جاب لي شبشب في ليلة العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أمي. كان من أعز أصدقائي، كان مهنيني، ما حرمنيش من حاجة. خدت الحباية؟ خلاص يا حاج، خلاص حاجة. بقى لله، بقى لله. السر اللي أنا عايز أقوله لكم، لازم أسألكوا سؤال قبليه. أبونا الله يرحمه كان شغال إيه؟ عطار قد الدنيا. عطار هو ده الخازوق اللي أنتوا شاربينه من الأول. أبوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. إيه؟ يا كلب يا كلب، بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك؟ تقول على أبوك كده اللي كان من أشرف الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. وانت يا بنت، وانت ابوكي كان كيوافير؟ ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا كلكوا. اشوف فيكوا يوم يا ولادي. شوفيها ماما. يا نهار اسود، ماما اتجننت. معلش ماما اتجننت. يلا بقى بنت دي بكرهها من صغرها. ما علينا. بجد بجد يا مختار، ماما كيف هيجي يصير فيها؟ للاسف. يا فضحتك يا اشرف، يا نسبتك السودة يا أشرف. أقول إيه لزمايلي في الداخلية؟ أنا اللي بطبق القانون. أبويا يبقى تاجر سلوفان، الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعدالة الأخلاقيات، هو نفسه ابن تاجر سلوفان. بقول لك إيه يا حبيبي، أنت وهو فين وأحول ولا؟ عايز أقول لكم إن البيت اللي أنتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون، يعني ممكن نترد منه في اي لحظه. ايه ده؟ والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم؟ الحاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سوليفان، بس انا مقست كل حاجه. انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبه بابا نجيب اللي في اول شارع نوال، عارفها؟ بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي اقوله يتنفذ بالحرف. انت كدبت؟ معنى كلامك ده انك عايزنا نساعدك في جريمتك. ايوه هتساعدني وغصب عنك، يا اما مش هتطول ولا مليم، فهمنا؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا مختار؟ ايه ده؟ اقعد اقعد يا عبيط، انت بلا اهدى بلا زفت، من هنا ورايح كلمتي ايه اللي هتمشي. وبالمره بقى عندي مفاجاه، طالما ايه فتحنا قلوبنا لبعض، انا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا؟ لا، ما انا هعرفكم على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت، يا رؤى امر يا اسمك صوت. رؤوس يا بنت الاخوات شويه. ست لما 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 ست لما رؤى مراد لما لما ست لما فرفش فرفش يا واد فرفش عند الضابط يحيي ابا من بعيد. ايوه يا سيبتا يا سيبتا. ايوه يا يا امي ده كلام؟ صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواك وصل للدرجات. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان؟ وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحه، ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. انا رايك يا حاجه، ولاد الحلال ما خلوش لاولاد الحرام حاجه. المهم بتاعتنا معانا. يا نهار اسود، البضاعه بتاعتي اتبلعت. لا بلعها. لا بلعها. لا انزل معايا كمال المايه. كمال ده فين فين؟ انا اسمي اطرف يا عم، مش وقت قفشات. انزل معايا المايه. شقع عمري، شقع عمري ضاع كده برضه يا مختار تعملها فينا. الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وابو دقموشة والدفاية. أنا مش عايز نفس شقع عمري راح. حرام عليك يا مختار، جبت لنا يا مختار. مش وقت كلام، انزل معايا المية. حرام عليك شقع عمري راح. جبت لنا العار، جبت لكم العار ده، انتوا اللي جبتوا لي العار. انتوا اللي نقيتوا فيها، انتوا اللي نقيتوا فيها. حرام عليك يا ولادي، خربتوا بيتي، خربتوا بيتي يا فا.
الاخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا يا ابن الناس يا ابو دهشوم استناني هعدي عليك انا والدفاس يا فسواني يا فسواني ملك قافش يا ابن الناس يا ابو دهشوم استناني هعدي عليك انا والدفاس عايشين حرام في حرام وعيشة شمال دقوا المزاهر بخروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا ابويا بابا اللي ورثته دبسني ولا انا دبسته ابويا بابا اللي ورثته دبسني ولا انا دبسته مش تركلا مش تركلا مش تركلا دي مصيبه قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا أجمل التهاني والأماني والأغاني للسيدة الكونتيسة. أشكرك. مبروك سيدي الدوق. أشكرك صديق العائلة. لقد تأخرت. نعم كنت أعمل شعري. كم أنت وسيم؟ شكرا. ممكن سؤال؟ اتفضل. لو قبلت أختك أو نصبح نسايب؟ لا نصبح خالصين. امرح امرح فلندخن الغليون يا أصدقائي. هيا بينا نمرح. لا أتخيل حتى الآن أن الكونتيسة مارغريت أصبحت زوجتي. هل أنا أحلم؟ لا يا عزيزي لقد تحقق الحلم لأننا سوف نمرح سويا في الحدائق بين الزهور والورود ونتأرجح معا على الأراضيح. أشكر الرب الذي جمعنا سويا وأعدك أنني سوف أسعدك أيتها الكونتيسة الظريفة اللطيفة. وأنا أعدك أننا سنحيا معا أجمل أيام الحياة. مبروك عليك يا أختاه هذا الزوج الغني السري المريش. انك دائما تتميزين بالحظ السعيد وعواقفة. وانا اتمنى لك حياة سعيدة مع فيفيان اخي في القريب العاجل. ده عندهم ميلالو. ام ميلالو زوز خمسة وخميسة. مبروك مبروك يا ابنتي. ضحى في عينيك سيدي انها كالزهرة الفلوكسية لا تهملها. اطمئن يا عمي فابنتك كالماء والهواء والغليون. انت جاي تفضحني؟ بقولك ايه الراجل جاي يناسبنا.
ما هذا؟ ما هذا حدث؟ مارغريت، ما هذا الهرب والمرض؟ مارغريت يا قندسة، هللنا. لقد قتلت القندسة. عشيقتي، ابنتي. اشرب بيه. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى شوف اخويا ابراهيم بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. اه وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ اه يا سعادة الباشا. طب بقول لك ايه؟ قوم شوف لي الزمالك عمل ايه مع بيت روجيت امبارح. انا يا باشا. اه وعايز طلب كمان. قوم اقفلوا كوبري قصر النيل من 3 ل 3:15. سمر يا باشا. ايوه عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعة 6 اقفلوا كوبري الجامعة. ها؟ افتحوا لهم جنينة الحيوانات. ايوه خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميد وابوك بيقول لك العب مع الاسد. هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا. بالسلامة. استنى يا شريف بيه. عمر يا باشا. بعد المهمة دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا. ايه ده؟ انت مين يا سيادة الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد. وايه اللي جابك؟ عملت ايه؟ مصيبه ولا ايه؟ ابدا يا باشا، انا كان مكلفيني بمهمه، سبت المهمه واخدت العيال ولادي عشان افسحهم. حلو قوي. سبت المهمه لميري وخدت ولادك تفسحهم. ايوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو. ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك لضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ ايوه يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه. وايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله. اهم حاجه ان الواحد سمعته تبقى طيبه في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي. يبقى انت جاي ومش ناقصك حاجه. عارف هتشتغل مع مين؟ تمام سيادتك يا باشا. افرد ظهرك يا سيادة الأمين. هو اللي تشوفه سيادة. الرجالة اللي معايا تقف ساكتة. حاضر يا باشا. أنت عارف إيه اللي نجاك؟ إيه؟ إن أنت مش صعيد وأنا بحب الصعايدة. رجالة! أقف أنت بقى يا أمين! يلا غور، هات لي المتهم. اللي تشوفه سيادتك. سلامة. قدامي، قدامي! إيه ياد ده؟ أنت داخل عليا بالجزمة؟ أنا لابس. إيه لك جزمة؟ ما تشوف شغلك يا سيادة الأمين. تمام سيادتك. مدخلني متهم بالجزمة. لا خلاص شلناها. سمعت عني إيه ياض؟ قالوا لي إن أنت مفترق. لا ياض. كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا. أنا هوريهولك. فين يا باشا؟ إيه رأيك؟ حلو. هاتوا. تعالى عشان أوريه الخاتم اللي في الإيد التانية. وإيه رأيك في ده؟ هاتوا. انت ياض اللي قتلت الولية؟ انا قتلت الولية يا باشا. انت اللي قتلت الولية ولا لا؟ والله ما قتلت حد. اه انت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا ياض سعد وقوع الجريمة؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي مشاك في الشارع؟ كنت رايح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحتة دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. الله، انت هتصاحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ ده بس حلو يا باشا. مالكش دعوة يا سيادة الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فرد. يا باشا. تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه ياض؟ انا يا مبرشم. انت مبرشم؟ والمصحف. مبرشم. والمصحف شارب. لا ما بتحبش بالمصحف. بلاش، ما بحبش كذا. شارب كوكتيل. مبرشم. شارب كوكتيل. يبقى مبرشم. ما هو كوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني. ما هي بلاوي سودا. كوكتيل جوافه يا باشا. انت هتطول معايا. هتطول معايا. وضرتني. وضيعت عليا درس الايروبكس بتاعي. رد على الزفت ده. تمام يا باشا. الو. ايوه سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا. بيعمل ايروبكس.
ايوه مع المتهم يعني. ايوه لا والله. قول لي يا باشا وانا ابلغه. ايه 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 في ايه يا سيادة الامين؟ تمام هبلغه يا باشا، ما قدامي. سلام يا باشا. في جريمة يا باشا وحصلت ولازم نتحرك دلوقتي نروحها. جريمة ايه؟ جريمة قتل يا باشا. ما انا في ايدي جريمة زفت قتل لما اخلص منها. مين اللي كلمك؟ اللي كلمني المساعد الوزير يا باشا. تمام تمام. قال لك ايه سيادة اللواء؟ قال لي الجريمة دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسة مارجريتا. قصر ايه؟ الكونتيسة مارجريتا. قصر الكونتيسة. ايوه مارجريتا. انت متاكد ان انت بنقول من المباحث ولا مسرات المجانين؟ لا والله هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا. اه فادل تمام. فادل قصر الكونتيسة. ايوه يا باشا. فين القصر ده؟ في كراتة يا باشا. كراتة؟ اه كمان. حلو قوي. امتى حصلت الجريمة دي؟ حصلت من 180 سنة. من ايه؟ من 180 سنة. اه سيادة اللواء قال لك كده. ايوه ماشي. الداخلية عايزة تجنني، بس انا مش هتجنن وهحقق في القضية دي لو من 1000 سنة مش 180. قامت الساعة كام من 180 سنة؟ قامت الفجر يا باشا. وحياة النبي، انتوا عارفين ان هي قامت الفجر؟ عارفين من 180 سنة. انا معاكوا للاخر. انا معاكوا لايه؟ للاخر. للاخر. قول لحاجتك لما وحصلني وياك تنسى حاجة. حاضر يا باشا. شوفوا سيادتك يا باشا. حلو قوي. لا فعلا شكلهم من 180 سنه. ماشي. ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده؟ من ساعتها قلت هات كل حاجه معاك. هو ناقص غباوه، ناقص غباوه. لقحوا هنا في اي حته. تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده. 180 سنه عايشين، ما بيعجزوش، ما بيموتوش. حلو قوي. ورينا يا حبيبي. حلو قوي. بحضر محضر سكر يا حبيبي. حضر. العب يا بابا. العب بس. والشعر والفساتين من 180 سنة. أنا معاكوا للآخر. أنا معاكوا للآخر. حلو قوي. حلو. خلي بالك من البنت دي. تمام سلام. آه ممسوكة ناشتي في بلاد دكرور 3 مرات. أخير على عيد الصغار اللي فات. اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنة. أنا معاهم للآخر. أما نشوف. أدي الجمل وأدي الجمال. تمام سلام. مين الأفندي ده؟ ما شاء الله. حلو. لبس ده متأجر. الواد ده شكله مش مريحني، عينك عليه. تمام يا فندم. ومين اللي بيقوق ده؟ وريني يا حبيبي. يا صلاة النبي، بانجو كمان. حلو قوي. تلبسه بوريك، تلبسه خش، أنا معاكوا للآخر. ومين اللي قابل اللي معايا هناك ده لوحده؟ تعالى يا أخويا. تعالى ده متأثر قوي. آه شكل القتيل أمه. معلش هنعرف كل حاجة. هات يا حبيبي هات. امسك. حرز يا اخويا اللي جاي تشم. حرز لكش انت دعوه. وريني يا حلوه. يا صلاه النبي حلوه قوي. قضايا مضمونه، بانجو وخمره، حتى السماله، وناس مش عايشه الواقع اللي احنا عايشينه، واستهبال، لكن انا معاهم للاخر. بص يا اخوانا، انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيله القتيله بس، كل الضيوف بره. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي. قلت لك اتحفظ على الزفت ده. تمام يا باشا. يلا بره. يلا بره. بره بره. انا هتجننوني هجننكوا. اطلعوا بره من الاخر. اشربوا اشربوا. حلو قوي. انا الدوق فالكاو زوج الكونتيسه مارجريت. اهلا. وعندي معلومه مهمه قوي يا باشا. انت عارف ان انا بطل الجمهوريه في حقوق الانسان ولا لا؟ طبعا. يعني عايز معلوماتك تكون صريحه ودقيقه، يا إما هطير رقبتك. عشان كده عندي معلومة مهمة جدا. قول. أنا أكتر واحد شاكك فيه أبو القتيلة، لأنه عايز يورثها. حماك؟ طبعا. يقتل بنته عشان يورثها؟ هي دي الحقيقة. يا الدنيا جرب فيها إيه؟ ماشي. بس أنا ما قلتش حاجة يا باشا. لا عيب يا واد. أنت بتعمل النهاردة؟ أنت منين؟ من الدقي. ماشي. نام يا سيادة الدوق. نام يا باشا. باشا. أنا دوق محترم يا باشا. أنت مين؟ أنا دوق محترم. أنت لسه مصر إن أنت دوق؟ يا باشا. امسك عواضيك. عيني يابا. امسك عواضيك. عيني يابا. حرامية على دي الكداب. عيني يابا. إحنا في سنة كام يا واد النهاردة؟ 1812. برضه عايزين تجننوني. ماشي. الحقيقة. ماشي.
قتلت بنتك ليه يا راجل؟ انا ما قتلتهاش. امال ايه؟ الدوك ده هو اللي اتجوزها. ايوه وهي اتكنتلت من 3 4 ايام. اتكنتلت من 3 4 ايام؟ بايده يا باشا. والنبي بايده يا باشا. وانت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا النبي يا باشا. ثانيه واحده اخلص. انا عندي معلومه ثانيه مهمه. اخر جمله قالتها له القتيله قبل ما تموت، مش هديك مليم احمر من ثروه جوزي. مليم احمر من ثروه جوزي؟ ده دافع اكيد انه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي بس باشا انا ما قلتش حاجه. لا عيب، ده انت بتاعي من النهارده. انت منين يا ارض؟ من امبابة يا باشا. اجدع ناس. ارفع يا سياد الدكتور. قتلت بنتك ليه؟ اه الحقني يا ابني الحقني. هتلحقكم هتلحق. عاملين ايه يا بوريكم؟ عايزين تجننوني. حاضر الراجل اتحط في السبيرت لحد ما اجيله. اللي بعده برضه مش عايز تعترف. اعترف بيه يا باشا. معلش حاضر. تعرف ايه للقتيلة انا؟ انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مرة اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول علاقته بترقص؟ احنا في سنة كام يا دلوقتي؟ 1818. برضه مصرين تجننوني. ماشي ماشي. اختك اخر مرة دخلت الحمام امتى؟ امبارح. امبارح الصبح. وانت ايش عرفك بتبص على اختك من خلف الحمام يا واطي؟ باشا ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. آه. وكمان كان قطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا من حوش عيسى؟ احسن ناس حبيبي. انت يا حواضين يا باشا يقعد في السبيرتو. اللي بعده. انا اللي محتاج السبيرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. كفايه كهربا بقى، كفايه ضربت. يا ابن الهبل ده انا مش قلك ضوافرك، ده عبيط. طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده. يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. علاقتك ايه بالقتيله يا واد؟ انا حمدي ارضوان صديق العائله. كنت احبها حبا جما. كنت اريد ان اغتصبها في الجبل في المغاره. بس الدنيا كانت ضلمه وانا بخاف من الضلمه. تذكر يا واد. باشا الواد ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فترة بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب النهاردة. انت منين يا ارض؟ لا الحقيقة مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل، خد دي هدية مني. عوضين يا باشا. حطوا له منوكير. تمام يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ تعال يا باشا ابوس ايدك، الراجل ده بيشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ انت منين يا ياض؟ من امبابه ولا العجوزه؟ عايزين تجننوني. عايزين تجننوني. انا من الدويقه يا باشا. دلوقتي من الدويقه. ها؟ ولا ولا مش انت ابراهيم ليه يا هلال المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام القسم قبل كده؟ والله ما سجلت حاجه. انا اللي في ادوك يا باشا. كنت عايز اختم والله. تختم؟ انت عايز تجننوني؟ تطلب ابوك اسم؟ ده انا هشيلك دي و40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك الترقيه. هوريك يا باشا. خلاص يا باشا ارحمني يا باشا. شوف انا هشيلك ايه. شويش. تمام يا فندم. تعالى خد بيدي خرجنا، تعبت من كتر الضرب باشا. اه يا نفسي اعمل فيك حاجه احتقرك فيها يا باشا. قوم يا ارض. ودي وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله كده القضيه اتظبطت 100 100. ازاي يا باشا انا اللي قاتل؟ انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل وما ينفعش ما يبقى باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل وتحرق المسلسل. عايز حاجه تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي محدش يتوقعه خالص، وانا اوريهولك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكم الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا، استنى عليا. تعالى يا ياض. امضي يا ياض ان انت اللي قتلت الكونتيسه. امضي هنا. امضي يا باشا. الناس دي مجانين ولا مجانين؟ انتوا لسه شفتوا جنان. امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100 100 القضيه وزي الفل. وانا اقوى ضابط مباحث شافته المنطقه، وهوريكم في المحكمه. قشطه. انا بقى هتجنن معاكم. مش انتوا عايزين تروشوني ب 1800؟ انا هاجي معاك 1800. ادخلوا الراقصات، شغلوا المزيكات. يلا هوبا هوبا.
همبرت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد همبرت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر جديد Yeah.